السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم طريقة عمل دجاج كريسبي أو لا دجاج على طريقة الكنتاكي الأصيلية. كيجي رائع جدا، لذيذ ومقرمش بزاف من على برا كيف ما سمعتوا، كتجي فيه قرمشة خطيرة ومن الداخل كيجينا رطب وهشيش وكيدوب في الفم. فكنتمنى أن هذه الوصفة هذه تنال إعجابكم والفيديو كذلك، وما تنساوش إلى عجبوكم تخليوا لي لايك أو لجيم وتشتركوا بالقناة مع تفعيل الجرس، تبارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم وتدعموني بتعليقاتكم الزوينة اللي دائما كتشجعني وكتفرحني. فإذا خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله، الآن غادي نعطيكم المقادير والطريقة في نفس الوقت. إذا خديت هنايا واحد الإناء وضعت فيه جوج كيسان ديال الدقيق الأبيض أو لا الفورس، جوج كيسان تقريبا عندي 200 غرام. غادي نضيف عليهم معلقة ونصف من الريحان أو لا الباسيليك، معلقة صغيرة من الأزير، واحد جوج معلقات صغار من البصلة يابسة أو لا البصلة بودرة. غادي نضيف عليهم معلقة صغيرة من الزعتر، ونزيد عليهم معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة ونصف من البابريكا أو التحميرة أو الفلفلة الحمراء. غادي نضيف كذلك معلقة صغيرة من الزنجبيل أو السكينجبير، وغادي نضيفو معلقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار، وغادي نضيف هنايا معلقة صغيرة من الثومة. أنا هنايا الثومة كنطحنها، ما كانش عندي بودرة، إلا توفرت الثوم بودرة يكون أفضل بكثير. غادي نخلط هاد المقادير جيدا، وهذه هي الخلطة اللي غادي نديرو فيها داك الفخيضات ديال الدجاج أو القطع ديال الدجاج اللي متوفر عندكم. هنايا الخلطه الثانيه غادي نحتاج فيها بيضه، غادي نوضعها هكا في واحد الاناء، غادي نخلطها شويه، غادي نطربها هكا شويه بالطراب اليدوي، وغادي نضيف عليها الحليب. عندي تقريبا هنايا واحد الكاس ونص ديال الحليب، حليب عادي، حليب كامل الدسم. نرجع نخلط الكل جيدا وصافي. هنايا غادي نحتاجو فخيضات ديال الدجاج، ممكن تستعملوا هكا غير الفخيضات او لا تستعملوا الدجاج قطاع يعني اللي متوفر عندكم. وبطبيعه الحال انا الدجاج راني خديته وغسلته من قبل بالملحه والخل او الليمون، ومعاه سكينجبير، يعني غسلتهم مزيان ورقدتهم هاد الفخيضات ديال الدجاج او القطع ديال الدجاج كاع الا كنتو غادي ديروا القطع. فكيف ما لاحظتوا، فانا في الاول كناخذ داك الفخيضات ديال الدجاج كندوزهم في داك الخليط ديال البيض والحليب، من بعد كنديرهم في الخليط ديال الدقيق مع التوابل، ثم كنرجع عاوتاني نديرهم في الخليط ديال البيض والحليب، وهكا عاوتاني كمره اخيره تنزيد نديرهم في الدقيق مع التوابل. فعلاش هنايا خاصنا نكرروا العمليه جوج ديال المرات؟ بحال باش داك الدجاج ديالنا فين تنقليوه كياخذ واحد القرمشه رائعه جدا، تيجي مقرمش بزاف من على برا وتيبقى لنا هكا رطيطب من الداخل. فكيف ما لاحظتوا كنديروه في البيض مع الحليب هو الاول يعني، وهكاك من بعد عاد كنزيدوه نديرو عاوتاني في الدقيق مع التوابل، ومره اخرى البيض مع الحليب، واخيرا في الدقيق عفوا عاوتاني مع التوابل ديالو. هكا كيف ما قلت لكم تيجد واحد القرمشه رائعه وكيجي لذيذ 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 بزاف. فهنايا من بعد ما ساليت كاع داك الفخيضات كاملين والقطع ديال الدجاج، غادي ناخذ الزيت، زيت خصو يكون غزير، وغادي نديرو في مقلاه اللي تكون هكا غارقه، ولا ما كانش عندنا مقلاه غارقه ناخذ واحد الطنجره ونديرو فيها الزيت ونديروها كتسخن. ما خصهاش تسخن عاوتاني الزيت بزاف بزاف، باش ماشي بالزربه داك الفخيضات يتحرقوا لنا من على برا، يعني يطيبوا من على برا وكيبقاو من الداخل خضر. فكيف ما شفتوا راه حنايا الدجاج ما مطيبينوش من قبل، يعني الدجاج راه خضر يعني خاصو الوقت ديالو. فانا على كل جهه طيبته 15 دقيقه، يعني 15 دقيقه كافيه باش يطيب، يعني من على كل جهه. النار درتها متوسطه، يعني النار طبيعه الحال ما خصهاش تكون عاليه ولا مرتفعه، فالنار عندي انا هنايا متوسطه، وتنخلي داك الدجاج ديالي كيطيب شويه بشويه. ملي كنشوفو تحمر من جهه كنقلبو على الجهه الاخرى، كنخليه يكمل التحمر ديالو والطياب ديالو. صافي من بعد ما كيطيب لنا وكيتقلع من الجهتين كناخدو وكنحطو فوق الورق النشاف او لا ورق المطبخ، باش كياخذ لنا ولا كيتشرب لنا كاع داك الفائده ديال الزيت. وصافي وتنقدموا الفخيضات ديال الدجاج ديالنا بالصحه والراحه، الدجاج اللي كيجي هائل جدا رائع، وكنقسم لكم انه كيجي احسن من ديال المحلات، شي حاجه اللي مصوبه في الدار ولذيذه ومقرمشه، واكيد وليداتكم غادي تعجبهم
وافراد اسرتكم بالكل. كنتمنى تكونوا استمتعتوا وانتم كتشاهدوا الفيديو، والان نخليكم في امان الله وحفظه. نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله. دمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله.